مش عارف مامي بتعمل ايه بره، فاكره نفسها كيم كارداشيان. نفس جو الافلام القديمه اللي هي بتحبها. يعني ايه؟ مش فاهم. بابي سابها، يبقى لازم تبدا حياتها كلها من اول وجديد. شفت الحوار ده في مليون فيلم قديم وكلهم ساقطين. بس انا شايف مامي ان هي قاعده مع الناس السنين، مش السنين دول اللي بيمشوا على الحيط. بيمشوا على الحيط ايه يا سوني؟ انت فاكرهم صراصير؟ دول دكاتره التجميل. طب هما جايين يعملوا ايه في مامي؟ جايين يصنفروها ويظبطوها. قصدك نجارين بقى مش دكاتره. بيقولوا ايه؟ شكلهم بيتفقوا علينا كده، هيقتلونا. ده ممكن يطلعوا عصابة على فكرة، متنكرين بتوع مساج ويموتونا. وشي هيفرقع. ايه ده؟ يا 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 في ايه؟ في ايه؟ الايدين اتغيرت ولا ايه؟ مالك ايدك ضعفت كده ليه؟ اشتغل. مامي عاملة كده ليه؟ مامي؟ تقريبا بتعمل صنفرة ودوك وبتوضب. يعني ممكن ترجع زيرو تاني ولا ايه؟ طول ما إرادة الأمل موجودة إن شاء الله هنشطب. وأنا عندي إرادة أقوم أضربكم أنتوا الجوز بالجزمة القديمة. إيه ده؟ بتضرب مين؟ هي جوجو مش أنتوا طبعا، العيال واقفين وراكم. عيال؟ ومفيش أمل إن أنتوا تفلتوا مني النهاردة، إيه رأيكم بقى؟ يعني بعد تعب السنين ده كله هتجري ورانا وتبوظي التشطيب السوبر لوكس اللي في وشك ده؟ ما يصحش، ما ينفعش. إلهي شطبوك انت وهي في يوم واحد، ايه رايكم بقى؟ انا لازم اهتم بنفسي علشان التعب اللي شفته مع ابوكوا. انا كنت مكبوته. امشي يا واد انت وهي من هنا، امشي. ادم اشتغل 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 يا دوب 9000 قوي جنيه. قوي يا تشيت تستر. اوه لا 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 لا، ايه العسل ده؟ وايه الحاجات الحلوه دي؟ والجمال الصيني ده كانت فين الحاجات دي من زمان؟ موجوده بس ما كانش في حد لا بيبص ولا بيصرف. هو في حد صرف؟ طبعا. انجي هي اللي عزمتني المره دي. الحمد لله. الحمد لله. ايه العفانه دي؟ الحمد لله ان انا وفرت لك. لا الحمد لله انها ببلاش. لا يا حبيبي مش ببلاش ولا حاجه، المره الجايه بقى انا اللي عزماها. انت اللي عزماها؟ والحاجات دي كلفت كام يعني؟ 3000 جنيه. ايه؟ 3000 جنيه؟ شويه مسامير وشويه مساج وشويه كركبه وكلاكيع ب 3000 جنيه؟ انا شخصا احب الست اللي ريحتها معفنه ومكمكمه. ياي ياي، ايه القرف ده؟ بقول لك ايه، الستات من حقهم انهم يدلعوا نفسهم ويخلوا بالهم من نفسهم، ما دام اللي جنبهم مش شايف ولا بيدلع. يعني كان لازم انجي تتطلق عشان تاخد بالها من نفسها قدام جوزها وبنت جارتها تغيري منها كمان عشان انت كمان تعملي حاجات وحاجات، وجوزك ياخد باله منك انت عشان انت خدتي بالك من نفسك، وتفضلوا انتوا قاعدين تاخدوا بالكم من نفسكم واحنا مهريين. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما هو انتوا كده، انتوا الرجاله كده يا حبيبي، ما بتشوفوش غير تحت رجليكوا وبس. طبعا، امال هنبص فوق نعمل ايه؟ تهرينا من فوق. اتهريتوا؟ ما هو انتوا كده يا رجاله، ما فيش فايده فيكوا يا حبيبي. الراجل منكوا يبقى خلاص وقع تماما، لابس نظاره كعب كوبايه وقراع واسنانه وقعت ومش قادر يقوم من مكانه. وتعالي شديني يا حبيبتي، تعالي سنديني يا روحي، وطول النهار بالفانيلا المعفنه اللي بيفضل قاعد بيها طول النهار في البيت، واول ما يشوف مرته صاحيه من النوم يبص لها يقول لها ايه القرف ده؟ مال شعرك منكوش كده ليه؟ ست عنوان الجمال. ومين قال لك بقى ان الرجاله عنوان العفانه والقرف؟ انتوا فاهمينها غلط. ايه ده؟ في حد جاي؟ مش عرف لما اشوف. Bonsoir.
مين الموزة دي؟ ايه يا سمورة؟ أنا إنجي. إنجي؟